السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ واش كتعاودوا؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. كيف ما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله اختم روتين ما شقى مش هيوات ما حتى حاجه. اليوم اختي نهار الربو ديال راجلي، قلنا ندوزوه في المناره. ايوا بلا ما نحرق لكم مراحل، بقاو مع تتمات الفيديو، فرجه ممتعه. كيف ما كتشوفوا في الاول اللي وريتكم اللبسه ديال الكتكوتة ديالي، وهذه اللبسه ديالي وجدتها هكا معاكم هكا راسي. صراحه ما صورتش لكم الماكياج حيت ما درتش شي ماكياج، كنت ملصقه الشفار راكم عارفين. داز داك العرس، كنت دايره عرس بنت خالتي، كنت دايره فيه الشفران. صافي درتها عكير، درت كيف ما كتشوفوا هكا ضروري من ايكرون، عندي ايكرون فون دو تان. صافي وعكير هادشي اللي درت البنات وفغاجو. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هذه هي اللبسه ديالي. كيف ما كتشوفوا هادو لي اوغو لي خديت، كيف ما كتشوفوا لبستهم مع هاد المصمر توا يلا خديته. الصويك ديالي، الديدرات ديالي، البارفان، ايوا هادشي اللي كاين. لبسه خفيفه ظريفه، واهم حاجه محترمه. صراحه كيعجبوني البنات هاد اللبسات، كتكوني مرتاحه. ايوا هادشي اللي كاين البنات كيف ما كتشوفوا. المهم دوزنا واحد النهار هي عويناتكم البنات. هنا صافي وصلنا للمناره كيف ما كتشوفوا، صراحه اجواء غزالين، كانوا بزاف البنات واعرين. تبارك الله، ناس كثير جاوا ليها، حتى هما هكا جايبين ما كان غا النشاط ها هو شاط. والله الا دوزنا واحد النهار زوين البنات. انا البنات طلعنا جهه الشارج كيف ما كتشوفوا، صراحه الاجواء زوينه. وكي ما قلت لكم كانت عامره 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 تبارك الله ما شاء الله، وكانت واحد الشميشه عرفتي البنات تقولوا الصيف، والله العظيم الا تقولوا الصيف. هو يا اختي بمناسبه الناس اللي عمرهم ما جاوا لمراكش ولا عمرهم ما زاروش المناره، الى جابتكم الصدفه وجابكم الوقت لمدينتنا، راه تبارك الله كاينين اجواء فيها غزالين ومناطق زوينين. ايوا هنا يا اختي دايزين هنا ميسي موماغي. هنا البنات نخليكم مع شويه تاع الموسيقى. ديري لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى اختي تكونوا بخير. سمحوا لي يلاه بديت معاكم وقت ديما، المهم قبلي علينا اليوم ان شاء الله. قلنا هكا نبدلوا الروتين، المهم نضربوا هكا دويره في المناره. الصراحه كتكون زوينه واجواء غزالين البنات، راه كلشي صورتو لكم وان شاء الله. بقاو مع تتمات الفيديو، فرجه ممتعه لكم كما كتشوفوا دابا. يلاه اختي كنتي ماما غير طلع فيا ولا تصايب البلاصه. حيد يا جوري، حيد يا ماما، حيد. اللي بغيتي لعابات حقيقية غير خليها ماما، انا خليتها خليها ماما. واختي بنتي انا قالت لك ما تدخلش للفراش برجلتها. لا انا راه حاطه رجليا غير في الارض. بتاكلي شويه على هو دفعت انت ديالك عاد هو اللي ما فيهش. ايوا اش خلي باباك فين يجلس؟ اش جوري اش الله راه احنا غناكلو. هذا هو ديالك عندنا. انا بلادي ايوا راه هاتي وما كنتي بيتي تجيبها حتى قلتها لي. قلت لك المناره عندنا تبي تفراش شي حاجه تخرجها باش تجلس هكا. انا هو شحال حاجه جبتها انا هذا فكره الوجوه.
ماذا ولا لا؟ جبت على ماذا؟ ما تكسرش كل شيء. انا كتكوتة ديالي تا هي يا اختي قالت لي كنت انا صوريني تا انا كنت مشى في الارض حفيانة عرفتو واحد الراحة راني مكانش بحق الله عرفتو كتحسو واحد الراحة ما شاء الله اختي والله التراب شي حاجة دي زوينة كيعطي واحد طاقة ايجابية اللي تمشيتي هكا حفيانة البنات غير جربوها والله عرفتو واحد الاحساس ما نعودش ليكم ايوا صافي هنايا انا والكتكوتة ديالي هكا اختي قالت لك والو حتى انا دخلوني معكم في الفيديو واخا ما كنبغيش هكا نصورها وراكم راكم عارفين الدراري الصغار ايوا هذا ما كان البنات كيف ما قلت لكم كاينين هكا الدقيقيه اللعابات ايوا هنا كنا كنلعبوا معاها قالت لك لعبوا معايا يغمضوا لعبوا معايا هكا ايوا صافي هنا تموتوا بالضحك هزني راجلي كيقول لي يا وناري شحال ثقيله يا بختي هادشي اللي كاين مهم حنا كنخلقوا سعاده مع بعضياتنا الله يداومها محبه بيناتنا الله يبعد علينا شر الخلق هكا كما كنقولوا كنخلقوا اجواء زوينين غير مع بعضياتنا بحوايج اللي بساط كيف ما تنقولها البنات ماشي بالضروره بنادم يتغدى في بلاصه غاليه ولا مثلا يمشي بلاصه غاليه فيها الالعاب باش يلعب بالعكس حاجه بسيطه كيف ما كنقولوا السر في البساطه ديال الحاجه هذا ما كان البنات مره كاسي وحينت الحياه كتبغي مره هكا تكاسي وتبدلي الجو وتخرجي تضحكي تنشطي باش كترجعي بواحد الانرجي اللي تتكون زوينه والله الا كيف ما قلت لكم دوزنا واحد النهار غزال بزاف بنتي ارتاحت فرحات هكا كتحسوا بها يعني راجعه للدار ناشطه وفرحانه وحتى انا وبيان سور الزوج ديالي حتى هو راكم عارفين مع الضغط على الخدمه ستريس ايوا هذا ما كان البنات المهم اختي هنايا راه كنلعبوا كيف ما شفتوا كنلعبوا غميضه ايوا زعما راه قشقشنا عليه يا اختي قشقش حنا كنقول لها قشقش ما كنقولهاش غميضه كنقولوا قشقش كل واحد على حسب المدينه ديالو شنو كيقول صافي البنات هنايا صافي وصلت العشيه مول صفاره كيصفر كيقولنا يلا اختي خويا ديالي سلامه عليكم الى فيديو جاي ان شاء الله.